نفى مسؤول في وزارة الطيران المدنية المصرية أن تكون السلطات منعت أي رحلات جوية بريطانية لإعادة سائحين بريطانيين إلى بلادهم من منتجع شرم الشيخ، وقال إن عدد الرحلات الجوية في مطار شرم الشيخ الدولي مرتبط بطاقة المطار. وجاءت التصريحات أو تصريحات المسؤول المصري بعدما أعلنت شركة الطيران الخاصة إيزي جيت في وقت سابق اليوم أن السلطات المصرية علقت رحلات شركات طيران بريطانية متجهة إلى شرم الشيخ لإعادة سائحين بريطانيين إلى بلادهم. في هذه الأثناء أعلن مسؤول في مطار شرم الشيخ عن إقلاع أول طائرة بريطانية من المطار وعلى متنها 160 راكبا. في غضون ذلك أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده تعمل مع السلطات المصرية لنقل البريطانيين في أقرب وقت ممكن، واصفا الوضع في شرم الشيخ بالصعب.